بين بين يعني بين او واثبت العالم انه لا يوجد لديه اي تدخل ايراني يؤثر عليه في الداخل، وان ايران بلد يشابه قطر ويشابه السعوديه ويشابه مصر في العلاقه، وهذا خطا طبعا، خطا كبير. هذا اول تشويه لشكل وتوصيف الموقف. القضيه الثانيه، العراق جمع الاضداد تحت مظله سوى بينها يعني بين التدخل الايراني وبين التدخل العربي في ايران، وهو لا يوجد مثله. هذه العمليه خلطت الاوراق وميعت الصوره وسحبت الشرعيه لكل من يدعي ان له حق على ايران. ايران نفسها اعتبرت هذا بحد ذاته قد اسكت العالم واسكت اي طرف يداعي للعرب او المشرق العربي او العراق لان يحكم بايران. هذا هو مكسب سياسي ايراني كامل، باقه كامله من المكتسبات لا تحتاج ايران الا انه تحققت على ارض الواقع في هذا المؤتمر، وبالتالي العراق ميع الملفات وليس لديه اي ضمانات لاي احد في حفاظ علاقه مستقبليه.